السلام عليكم بنات كيف توما لاباس على عليكم مزيانين صحه لاباس كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير عشركم مبروكه ايوا اليوم نهار الصباح مزيان واليوم نهار ديال التبحيره يعني النهار صيفي مية في مية <applause> البحر معايا بحال البيسين تموج ما كاينش اللي بغى يجي يعوم مرحبا به <applause> النهار مزيان واليوم بنات ايوا خليكم معايا نعدل معكم واحد الطويجين كيجي مزيون واحد الطويجين طويجين ديال اللحم و بروكولي والجلبانه كيجي غزال خليكم يشوفوا المقادير يلا اه طويجين اليوم اللي غادي نحتاجو فيه نبدلو شويه الحلاوه حيت انا عمري ما زدت الطويج ناس في ديالي انا اول طاجين اليوم على الله يعجبكم ان شاء الله عندي بروكولي كما كتشوفوا معايا هذا خديت هذا كيجي فني وانا لذيذ بزاف حمقني انا حتى ولادي اول خضره اللي كتعجبهم بزاف بزاف هي هاد بعد البطاطا تبع الحال هي بليكولي هذا وعندي جوج بصلات وجلبانه واللحم عندي نص كيلو ديال اللحم هنايا تما تعملوا على حسب المقدار اللي عندكم ديال العائله وعندي القامه دي دي شويه ديال المليحه شويه ديال الخرقوم شويه ديال سكنجبير شويه ديال القرفه شويه ديال شويه ديال الملون وعندي شويه واحد التويمه صافي هادو هما لي قامه ديالي وعندي زيت الزيتون طبيعه الحال وصافي عندي واحد مطيشه بالحق كاع ما ذكرتها راه هي مطيشه حتى هي صغيره ماشي كبيره صافي وشويه ديال المعدنوس اول حاجه نعملو زيت في الطنجره ونعملو ديك اللحيمه التقلى ديال الاولى ضروري اللحم تقلى باش كتجي مزيونه لذيذه تويجي كيجي مزيون وكيجي صحي صافي دابا نقطع البصله نقطع البصل ديالي وبيد بيد دي من اللحم كتقلى نقطع بصلة. صافي ندفع البصله مع ديك اللحم دي اللحم تقلات معايا ضيفتها هي تقلى معاها حتى هي ونقطع ديك مطيشه حتى هي وصافي نضيفها مع داك البصله اللي عملنا ونخليها شويه تقلى شويه من اللقامة. اللي قامه, قامة اللي قامه كتحرق الا عملناها في الاول صافي دابا تقلات ديك البصله ديالي مع مطيشه شويه دابا نضيف لي قامه نضيف بعد نص خليهم عاود شويه يتقلاو وديك الساعه نمرقوها صافي تقلات معايا مزيان دابا كتشوفوا معايا كيفاش تقلات باش تجي مزيانه تجي لذيذه اللحم اللي كتقلى كتجي مزيونه صافي انا مرقه على المقدار ديال الماء اللي غادي تطيب فيها انا عندي هنا طنجره ديال الضغط دغيا كتوجد باش نعدلوا الشليده حتى هي عندي هنا بطاطا مقطعه جعده ويعني جزر و وجلبان وصافي انا نطيب باش نعدل الماء نشارك معكم حتى الشلاده صافي بعد ما طابت ديك اللحم ديالي عملتها في الطاجين ومثل الجلبانه مثل البروكولي لان بروكولي كي يوجد دغيا وجلبانه يعني المهم ديك 20 دقيقه كتكون معايا 15 دقيقه كتكون معايا واجده دغيا كطيب كما كنعرفوا البروكولي دغيا كيطيب وصافي و نغطيو عليها انا الغطية عاد الطنجره نغطي عليها حيت الغطية ديال الطاجين تهرست لي قبل ما توصل اسبانيا <applause> تهرست لي بالطريق وقاز فيا الصراحه مشيتو مزيون الطاجين مغطي ديالو صدق تهرست ماشي مشكل انا غطيتها بغطاي الطنجره جا قد هو هذاك بطاطا ما غاديش نقليها بطاطا كنعملها في الفرن كتجي مزيونه كشويه كتجي حسن صحيه حسن من نقليوها في يعني في في الزيت كنعملها شويه د المليحه وكنعملها شويه ديال زيت الزيتون وكنعملها في الفرن كتجي غزاله مشويه كتجي حسن من نقليوها صافي ندخلها في الفرن ودعوا هي وجدت معايا غير كتوجد صافي بعد ما طابت الشلاضه ديالي عملتها في في الثلاجه تتبردت مزيان لان ضروري خصكم بارده الشلاضه كيما كنعرفوا باش كتجي مزيونه ومنعشه صافي نعمل التون الشلاضه عاديه اي واحد كيرف يدلا اي بغيت نرافقها مع مع الطويجين غادي نعدل وصافي وغادي نضيف شويه ديال العصير ديال الليمون او الخل اللي يعجبكم نديف شويه ديال المليحه في هذا الحال ونضيف شويه ديال الزيتون اسود باش كينسم الشلاضه كتجي مزينه غادي شويه ديال الماييس وصافي نخلط الشلاضه هي معايا واجده ونعملها شويه ديال المايونيز نحركو ونحركو <applause> ***، وصافي هي دي الشلده ديالنا واجده، وبطاطا هي تاهي من فرن تاهي تشوات معايا جات مزيونا، كتجي مزيونا بنات بطاطا هكدا بشوية فران حسن كنصحكم بيها حسن من نقليوها، كتجي مزيانه مقليه، وصافي هاد الطويجن ديالنا الغديو دي دي وجد، الغديوي ديالي وجد. نوريكم الطاجين كيف جا غزال كيشهي عرفتي راه دافا و مزيون كما كتشوفوا معايا جلاء رائع كنتمنى تجربوه يعجبكم ان شاء الله وصحي واش العضه ديالي عدلت معكم ها هي فيني حتى الخبزه عدلتها بيدي عجنتها وطيبتها في هي ما كاينش ما احسن من الخبز ديال الدار طبيعه الحال ديك فريتا هي تا هي مثل يعني شويه مايونيز شويه كيتشاب وصافي الغديو ديالنا ساهل ماهل غديو مزيون وساهل وماهل وصحي لا بغيتو تجيو تغداو اجيو مرحبا بكم من عندي وتغداو معايا وعاد كنهبطكم لبحر تعومو الا بغيتو ها بحر موجود قدامي اللي عجبكم مرحبا بكم عندي بنات اصلا النهار اليوم مزيون بزاف يعني بحال سبحان الله فحال البيسي كما كتشوف معايا مره ما فيهاش مواج غزال نلعبوا خصوصا لي صغار يعني كيخافوا من البحر ويكون هاي جايتا كيعجبهم يعوموا كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو ديال اليوم مختلف شويه ولا كنتوا باقيين ما اشتركوش معايا في القناه ديالي كنتمنى تنضمون عندي البنات واللي جات عندي مرحبا بها والف مرحبا وكنقول في امان الله وعشركم مبروكه والسلام عليكم